مشاهدينا أسعد الله صباحكم وموجز لأهم وآخر الأنباء. يعقد مجلس الجامعة العربية اليوم اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين للرد على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي على أرض الجولان العربي السوري المحتل، وتصريحات بنيامين نتنياهو التي قال فيها أن الجولان جزء من تل أبيب إلى الأبد. وليس بعيد، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين خلال حملة تفتيش لعدد من منازل الفلسطينيين في الضفة في مدن الضفة الغربية. كما اقتحمت قوة إسرائيلية مدعومة بآليات عسكرية عدة بلدات بقضاء القدس، تبعها مواجهات أصيب فيها فلسطينيون بالاختناق والرصاص المطاطي. وإلى الأزمة اليمنية، حيث تنطلق اليوم محادثات السلام المؤجلة بين الحكومة والحوثيين في الكويت. من جانبه، حمل وفد الحكومة اليمنية الحوثيين مسؤولية فشل انعقاد محادثات السلام في موعدها المقرر له قبل 3 أيام بسبب تأخر وصولهم، مهددا أنه في حال عدم انعقاد المحادثات اليوم سيضطر الوفد للمغادرة. نحن نعتقد الآن المرحلة محكومة بالتوافق. رفضت الخارجية الأمريكية تصريحات رئيس وفد الحكومة السورية لمفاوضات السلام التي قال فيها إن قرار المعارضة بتعليق التفاوض سيساعد على حل الصراع. من جانبها، حملت المعارضة نظام الأسد مسؤولية انهيار الهدنة وتعثر المحادثات بسبب تأخر وصول المساعدات وفرض الحصار على عدة بلدات سورية، وسط تأكيدات من النظام السوري باستمرار المحادثات رغم انسحاب وفد المعارضة. والنظام أظهر الجدية بقبول الانتقال السياسي. نحن هنا في جنيف وسنعود إلى جنيف متى تحقق ذلك. أكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي موقفهما الداعم لمغربية الصحراء ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب. وأكد البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي والمغرب بالرياض التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية. جميع الدول علما أن أشقائنا في الخليج يتحملون تكاليف وتبعات الحروب المتوالية. تعقد اليوم في الرياض قمة خليجية أمريكية بمشاركة قادة مجلس التعاون الخليجي. كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز التقى أمس مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث أكد اللقاء على علاقة الصداقة التي تربط الشعبين. كما بحث الجانبان التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة. يتوجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى لندن اليوم لإقناع الناخبين البريطانيين بعدم التخلي عن عضوية الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو. ومن المرجح أن يطالب أوباما البريطانيين بالتصويت من أجل البقاء داخل الكتلة الأوروبية للحفاظ على ثروة بريطانيا وعلاقاتها الخاصة مع الولايات المتحدة. رياضيا، تأهل فريق الأهلي لدور المجموعات بدور أبطال أفريقيا بعد فوزه على مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب. وعن حالة الطقس، يسود اليوم طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، وتسجل درجة الحرارة في القاهرة العظمى 36 والصغرى 19. مشاهدينا، انتهى الموجز الإخباري. فاصل قصير ونعود لاستكمال نهار جديد.